أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الكابتن قيس محمد صالح مدرب المنتخب الوطني للناشئين. صحيح. لا كابتن قيس، كيف كان شعوركم أنتم وبعد مشاهدة المقاطع الفيديو التي انتشرت من جميع محافظات الجمهورية بالفرحة الكبيرة في كل المحافظات بهذا الإنجاز التاريخي الذي صنعتموه والفرحة الكبيرة التي كنتم السبب فيها لكل اليمنيين؟ كيف كان شعوركم بهذه الفرحة الكبيرة؟ الحمد لله على هذا الفوز وعلى هذا التأهل وعلى هذه البطولة التاريخية لليمن، وهذا بفضل الله ثم بوجود اللاعبين. وبالنسبة للجمهور طبعا كانت هناك فرحة عارمة في كل أرجاء اليمن وفي جميع المحافظات والمديريات والقرى والشوارع، وهذا شيء أعطانا وأفرحنا وسعدنا يعني وجعلنا نفرح كثيرا بأننا كنا سبب رئيسي في سعادة هذه الجماهير وهذا الشعب المكلوم الذي كان يحتاج إلى هذا الفرح وهذا الانتصار وهذه الابتسامة. والحمد لله توفقنا في ذلك، وهذا جزء بسيط مننا لسعادة الجمهور إن شاء الله. وبالنسبة للجماهير أيضا خارج اليمن نقدم لهم كل الشكر، وخصوصا الجمهور الذي أعزلنا داخل الملعب في البطولة كلها، وأيضا الجماهير الذي أعزلتنا من خارج الملعب في السوشيال ميديا، والجماهير أيضا الذي أعزلتنا من خارج المملكة ومن خارج اليمن في الخليج وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، الذين أعزلونا وساندونا ودعمونا وشجعونا ودعوا لنا بالانتصار والفوز، كل الشكر لهم طبعا. كابتن قيس، ما الذي يحتاجه المنتخب هؤلاء النجوم ليواصلوا هذا التألق والإبداع الذي صنعوه يعني في بطولة غرب آسيا؟ ما الذي يحتاجوه في البطولات القادمة يعني؟ طبعا هناك برنامج تم رفعه للاتحاد قبل هذه البطولة، من أول يوم بدأنا المعسكر ووافقوا عليه الاتحاد، برنامج طويل المدى يجهز المنتخب إلى تصفية آسيا وفيات عسيا المعهلة إلى كأس العالم. وهذه بداية الإعداد كانت في هذه البطولة، وهي نعتبرها إعداد للمرحلة القادمة. والحمد لله نجح المنتخب في هذه البطولة ونجح في يعني الاستفادة الكبيرة الفنية والبدنية والذهنية للاعبين واكتسابهم الخبرة في المباريات الدولية، وهذا شيء طيب وحلو للاعبين. وأيضا هناك الآن معنا استمرارية للبرنامج الذي رفعناه، سيكون هناك إن شاء الله معسكرات خارجية لإعداد المنتخب للوصول إلى المستوى العالي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم في شهر أكتوبر القادم. كابتن قيس، ما الذي ينبغي على الجهة المختصة ممثلة بوزارة الشباب وأيضا اتحاد كرة القدم من اهتمام وتأهيل لهذا المنتخب مستقبلا ليواصل هذا المسير الذي أفرح كل اليمنيين؟ طبعا الوزارة برعاية معالي الوزير الأستاذ نايف البكري ورئاسة الاتحاد معه ممثلة بالأخ الشيخ أحمد صالح العيسي والأستاذ حسن باشا مضر نائب الأول الاتحاد للرئيس والدكتور حميد شبان الأمين العام، هناك يولوا كل اهتمامهم ورعايتهم لهذا المنتخب، وهناك وعود بإقامة معسكرات خارجية والاهتمام بهذا المنتخب وجميع كل ما يحتاجه المنتخب سيتم تأهيله حتى يكون النواة الحقيقية للمنتخبات القادمة والمنتخب الأول. الكابتن قيس محمد صالح مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.